وقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات الكريمات تخبر عن عظيم وصف الله عز وجل الذي ذكره في سبعة مواضع من كتابه، وهي صفة الاستواء على العرش. الله جل في علاه أخبر في سبع مواضع من القرآن الحكيم أنه استوى على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات قدراً، فإن الله تعالى خلقه وخصه بهذه الخاصية التي ميزه بها دون سائر الخلق، فليس ثمة أعظم خلقاً من العرش، وقد استوى عليه جل في علاه. وهذا الاستواء يعلم أهل اللسان العربي معناه، ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن معنى الاستواء فقيل له: الرحمن على العرش استوى. ما استوى؟ يعني ما معنى استوى؟ عليه الرحضاء من شدة السؤال، لأنه علم أن السائل في قلبه انحراف، إذ إن هذه الكلمة يعلمها العرب ويعرفون مدلولها، وقد سمعها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أصحاب اللسان، ولم يقع في قلبهم ريب من معناها ولا استشكال لمدلولها. فلما سئل رحمه الله في الحلقة عن هذا عليه الرحضاء وهو شدة العرق، ثم رفع رأسه فقال للسائل: الاستواء معلوم، أي الاستواء معلوم المعنى، يعرفه كل من يعرف اللسان العربي، والكيف مجهول، أي وكيفية استواء الله عز وجل لا سبيل إلى علمها، لأننا لا نعلم كيف هو سبحانه وبحمده، فلا تحيط عقول العباد بكيفيته، ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، ليس له نظير ولا مثيل حتى يعلم كيف هو أو تعلم كيف صفاته. فإذا كنت لا تعرف كيفية الشيء وحقيقته فإنك لن تعرف كيفية صفاته، لأن كيفية الصفات لا تعلم إلا بعلم كيفية الذات. لو قلت لك: روحك أخبر الله تعالى في كتابه أنها تقبض وأنها ترد، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، فكيف هذا يكون؟ كيف تتوفى الأرواح في حال المنام؟ لا نعلم ذلك. لماذا؟ لأننا لا نعلم كيفية الروح، وهي خلق من خلق الله، فإن كيفية الروح مجهولة لبني آدم، لا يعرفون كيفية أرواحهم التي بها يحيون، وهي جزء الإنسان، فالإنسان مركب من روح وبدن. فإذا كان الإنسان يجهل حقيقة هذه الروح وحقيقة صفاتها، كيف يطلب أن يعرف كيفية صفات الرب جل في علا؟ ولذلك قال: الكيف مجهول، لا سبيل إلى العلم بكيفية صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف هو حتى نعرف كيف صفاته سبحانه وبحمده. ولذلك قال: الكيف مجهول، ثم قال:
والإيمان به واجب، أي الإيمان باستواء الله على العرش واجب على كل مؤمن. لماذا؟ لأن الله أخبر به في كتابه، وما أخبر الله تعالى به في كتابه وجب الإيمان به، والإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. ثم قال رحمه الله: والسؤال عنه بدعة، أي والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة، إذ إن ذلك لا سبيل إلى معرفته، ولو كان خيرا لسأل عنه الصحابة. هذا الرجل سأل الإمام مالك كيف استوى الرحمن على العرش، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجابه بهذا السؤال، فقال: الاستواء معلوم من حيث المعنى، والكيف مجهول لا سبيل إلى إدراكه ولا معرفته، والإيمان به واجب لأن الله أخبر به في كتابه، والسؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله، وقد سمعوا وحفظوا ونقلوا هذه الآيات التي فيها الخبر عن استواء الله عز وجل. فأخبر الله عز وجل في سياق ذكر كمالاته عن استوائه على العرش، وعلى هذا أجمع علماء الأمة، بل إن إثبات الاستواء لله عز وجل جاء في خبر الأولين والآخرين، فجميع المؤمنين الأولين والآخرين على إثبات استواء الله عز وجل، فالاستواء ثابت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إجماع علماء الأمة أن الاستواء ثابت لله عز وجل على الوجه اللائق به. وهذه الصفة، صفة الاستواء، صفة سمعية، يعني ثبتت بالنص، ليست صفة معنوية تثبت بالعقل، إنما هي صفة سمعية. ومعنى الاستواء العلو على العرش، فالرحمن على العرش استوى، أي على العرش سبحانه وبحمده، على العرش جل في علاه. واعلم بارك الله فيك أن العلو الثابت لله عز وجل نوعان: علو مطلق ثابت على كل الخلق، أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. فعلوه جل في علاه على جميع خلقه دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، وهذا علو على كل خلقه. ثم هناك علو خاص وهو علوه على العرش، وهذا مما يضاف إلى العرش دون غيره، وهو الاستواء. ولذلك الاستواء لا يضاف إلى شيء من الخلق إلا للعرش، فلا يقال استوى على السماء ولا يقال استوى على الخلق، بل لا يقال إلا استوى على العرش دون سائر ما يكون من الإضافات المطلقة أو المقيدة. المطلقة استوى على الخلق، والمقيدة استوى على السماء، كل ذلك لم يأتي به نص ولا يثبت لله عز وجل، لأن الاستواء صفة خاصة بالعرش، خص الله العرش بذلك وميزه دون سائر الخلائق، فلا يضاف إلا إلى العرش. ولهذا أخبر الله تعالى باستوائه في كتابه على عرشه. إذن الاستواء معناه العلو. ثم الاستواء في كلام الله عز وجل وفي كلام العرب يأتي مطلقاً ويأتي مقيداً، يأتي مطلقاً أي دون أن يعد بحرف ودون أن يقترن به حرف يدل على معناه. تقول: استوى النبات، استوت الثمار، أي كملت ونضجت. ومنه قوله جل وعلا في قصص ولما بلغ في قصة موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فذكر الاستواء وهو الكمال في حق اثنين: في حق يوسف وفي حق موسى عليهما السلام، وهذا الاستواء المطلق. أما الاستواء المقيد فيأتي مقيدا بإلى أو بعلى أو بالواو. بإلى كقوله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، أي على عليها جل في علاه سبحانه وبحمده. ويأتي معدا بعلى دالا على العلو
أيضا كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكقوله جل وعلا واستوت على الجودي في قصة سفينة نوح عليه السلام. وتأتي معدات بالواو الدالة على المكافأة والاقتران، فتقول استوى الماء والخشبة، أي تكافأ وكان على حد واحد في القدر. والذي يثبت لله عز وجل من ذلك وما أخبر به في كتابه في قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وكما قال سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، وهي صفة سمعية خبرية ثبتت بالخبر، وهي صفة فعلية كانت بعد أن لم تكن، فإن العرش خلقه الله عز وجل ثم استوى عليه وخصه بهذه الخاصية جل في علاه سبحانه وبحمده. وقد ظل في معنى الاستواء طوائف، ومبدأ ذلك في قول الجعد بن درهم والجهم بن صفوان الذي أخذ عنه فظل في هذه الصفة وانحرف عما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. وأنواع الضلال في ذلك ما سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمه الله.